أتظن أن العيد حلوى وأسواب جديدة، أتظن أن العيد تهنئة تسطر في جريدة، غب يا هلال واطلع علينا حين يبتسم الزمن وتموت نيران الفتن، اطلع علينا حين تذوب في طرقاتنا ثلج الشتاء، غب يا هلال واطلع علينا بالعز والنصر المبين، اطلع علينا بالتئام الشمل بين المسلمين، اللهم انصر اخواننا في فلسطين، اللهم انت لهم النصر المبين. كل سنة وحضراتكم طيبين ومكملين معاكم في اليوم المفتوح، معاكم هنا عبد الفتاح. النهاردة هنتكلم عن طاعة الوالدين ودائما ما تأتي بعد الذكر طاعة الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم مباشرة. يقول الله سبحانه وتعالى: فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. هنتكلم أكتر عن طاعة الوالدين مع فضيلة الشيخ إبراهيم البحيري أدو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، نورتنا النهاردة وكل سنة وحضرتك طيب. وأتمنى أن السنة الجاية بإذن الله نعيد ويكون معانا أرض فلسطين، يعني ما يكونش فيها احتلال ولا عذاب ولا ألام، لأن كلنا بنتألم وجميع المسلمين. أرض فلسطين مش بس بتاعة أهل فلسطين، لأ، القدس بتاع جميع المسلمين. نعم. هنتكلم النهاردة عن طاعة الوالدين، ولكن قبل أن أبدأ حلقتي بالموضوع طاعة الوالدين لازم أتكلم عن صيام الستة من شوال. متى نبدأ في صيام الستة من شوال؟ بداية الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونسأل الله عز وجل أن يمن على الأمة الإسلامية بالسلام والأمن والأمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. حينما نتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله، حينما يقول الله عز وجل للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، فهذا يوم العيد هو يوم الجائزة، جعله الله عز وجل فرحة للأمة الإسلامية بلقاء الله عز وجل، وفرحة بما أنعم الله عز وجل علينا أن وفقنا للصيام ووفقنا للصلاة والقيام وأداء الزكاة. فبين لنا أيضا بإتمام هذا العام، قال: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. وهذه رسالة للأمة الإسلامية، إذا إن انقضى شهر الصيام فإن الصيام لا ينقضي طوال العام، وإذا انقضى الصيام أيضا في المفروض في شهر رمضان فإن الصيام، هناك صيام الست من شوال، هناك صيام يوم الاثنين ويوم الخميس، هناك صيام يوم عرفة، هناك صيام يوم عاشوراء، وكثير من الصيام لله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله. شوفوا أحباب النعم اللي ربنا أنعم بها علينا، من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. شوفوا الجمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث آخر: من صام رمضان أو من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا عظيما. يبقى ده الصيام مفتوح طوال العام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام إلى الله صيام نبي الله داود. ليه يا رسول الله؟ كان يصوم يوما ويفطر يوما. نعم. طيب متى بقى أبدأ في صيام ستة من شوال بعد رمضان؟ يعني في أي وقت في شهر شوال ولا لكن في طوال يتبعه يعني انقضاء شهر رمضان مباشرة؟ بعد تاني يوم العيد يبدأ يصوم. يبدأ يصوم تاني يوم العيد. طب بالنسبة للقضاء، يعني أؤدي ما علي من قضاء أولا ولا أؤدي صيام الشوال؟ العلماء قالوا في هذا الأمر القضاء أولا ثم بعد ذلك الفريضة، ومنهم من قال إن الإنسان يقضي ما عليه أو يصوم الست من شوال لأنها مقيدة في شهر معين، أما المفروض أو القضاء طوال العام. والله ولكن ما ينفعش أن أجمع ما بين الإثنين يعني بنية واحدة؟ هو الأفضل تخصيص كل عبادة مخصوصة، لأن ده كان فرض وده سنة، عشان الإنسان يجمع ثواب الله عز وجل، يحصل الثواب طوال العام. لإيه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى جعل للصائمين باب مخصص ليهم في الجنة لكي لا يزاحمهم فيه أحد، وهو باب الريان. ولماذا اختص الله عز وجل الصائمين بهذا الباب؟
لكي لا يزاحمهم فيه أحد. أيضا جميع الحسنات وجميع السيئات قد يقتص منه حينما يكون الإنسان يظلم إنسان أو يخوض في عرض إنسان، فيأخذ هذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاته. إلا الصيام، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. فيقول الله عز وجل: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي ابتغاء لوجه الله سبحانه وتعالى. طب إذا كلام حضرتك بيقول إن إحنا نبدأ في صيام 6 من شوال أولا، هو ليس بأمر، نعم. هو ليس بأمر، ولكن الرأي اللي حضرتك أخذت بيه الأمر إن إحنا ميسر. نبدأ الأمر ميسر، ثم بعد ذلك معنا طول السنة نقضي نعم. علينا آه من أراد أن يأخذ بالست من شوال ثم بعد ذلك يقوم بقضاء المفترض عليه فهذا أمر جائز. من أخذهم إذا كان يوم أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة في نطاق الشهر أمر مباح. طب أنا أديت ما عليا من صيام 6 من شوال، نعم، تمام، وخلص شهر شوال وعايزة أبدأ قضاء الأيام في شهر رمضان، ميسر الأمر ميسر، تمام. ولكن دائما يعني أغلب المسلمين ما يحبوا أن يصوموا يوم الاثنين والخميس، نعم، فهل برضو ينفع أن أنا أجمع ما بين بنية القضاء والسنة؟ بنية القضاء اللي علي، بنية القضاء اللي عليه، إنسان عليه دين يسدد دينه أول بأول، أجمعه، تمام. وليه بقى ميزة في يوم الاثنين ويوم الخميس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبواب الجنة الثمانية تفتح كل يوم اثنين وخميس. يعني يوم الاثنين ويوم الخميس تفتح فيهما أبواب الجنة وترفع فيهما الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. تمام. موضوع حلقتنا النهاردة طاعة الوالدين، ودائما ما يأتي ذكرهما بعد ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن، نعم، الكريم، فأكيد لهم فضل كبير يعني، نعم، وإلا لم يكونوا دائما ملتصقين بذكر الله، نعم. فإيه هو فضل طاعة الوالدين، وخاصة أن احنا في شهر يعني في أيام عيد وأيام فرحة، ومن أجمل مظاهر العيد لصلة الأرحام، ودي تعتبر، نعم، صلة رحم، طبعا صلة الرحم وإدخال السرور على الناس بعضهم البعض وخصوصا الأقارب. قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي حكم الله عز وجل، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ثم قرن الله عز وجل الوالدين بعد عبادة الله عز وجل، قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. ثم قال: إما يبلغن عندك، حينما يكبر الأب أو الأم أصبحوا في عناية أبنائهم، فقال الله عز وجل عندك، والعندية تكون عند صاحب الأمر. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا إيه؟ فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. ثم قال: وقل لهما قولا كريما، أي أن الإنسان يتلطف بالقول مع والديه بالقول الطيب وبالأدب الجم، وألا يرفع عيناه إلى والديه، بل ينظر إلى أسفل قدميه تأدبا مع الوالدين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أحد الصحابة قال: يا رسول الله، من أحق الناس بصحبتي أو بصحبتي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال أمك. نعم. ثم قال: من يا رسول الله؟ قال أمك. ثم قال: من يا رسول الله؟ قال أمك. ثم قال: من يا رسول الله؟ قال أبوك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي آية أخرى قرن الله عز وجل الوالدين، طاعة الوالدين بعد عبادته، قال تعالى: واعبدوا الله، أمر، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، إلى آخر الآيات، نعم، سبحانه وتعالى. كذلك نبينا صلى الله عليه وسلم أمرنا بصلة الرحم، وأولى بذلك الوالدين أن نصلهم، خصوصا في الأعياد وفي كل وقت وفي كل حين، ليلا ونهارا، سرا وجهارا. قال سبحانه وتعالى لما سئل قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، ثم قال: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ده أمر من رب العالمين بالدعاء لهم، وخاصة في السجود وفي كل وقت وحين بالدعاء للوالدين. نعم. طيب أنا بقى متى يجب علي طاعة والدي ومتى يجب علي عصيانهم؟ نعم، طاعة الوالدين مع طاعة الله عز وجل، ما لم يأمروا بشرك فطاعتهم واجبة،
أما إذا كان الوالدين بيأمروا بمعصية ولكن أو هناك حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أنا مش متذكرة النص بالتحديد، ولكن كان هناك ابن بيشتكي للرسول من أمه إن هي كانت فظة وغليظة وحاجات كتير، أو الأب اللي كان بيشتكي يعني إن ابنه كان بيعصيه، فقال له اذهب فقد عققت ولدك قبل أن يعقك. فأنا عايزة برضو أعرف متى يجب علي ان انا اخالفهما. هو اكيد في الشرك معروف ان احنا لازم نخالفهما، ولكن في غير الشرك هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: رحم الله ابا اعان ولده على بر. القضيه يا احباب ان الوالدين بيظن ان تجب طاعه الابناء طاعه عمياء، ولكن انا قدمت ايه لابني؟ انا عشان خاطر ابر بابني، ان ابني يكون بر بيا، ان انا اختار زوجه صالحه، ام لي تكون صالحه، ابني اتربى على المنهج الصحيح، على حب الله وعلى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى حب الوطن وعلى حب الاخرين، هو ده المطلوب، وعلى حب الجميع لكي اغرس في قلبه محبه الخلق، هو ده المطلوب. لذلك ربنا سبحانه وتعالى ان يقوم على تربيتهم وان يحسن تربيتهم، طبعا كما امر الرسول والله سبحانه وتعالى يقوم على تربيتهما اولا باختيار الام، يختار زوجه صالحه اول الامر خالص، ثانيا بعد ذلك ان بعدما يدعو الله عز وجل ان يرزقه بالذريه الصالحه، ثم بعد ذلك حينما يرزقه الله عز وجل بالذريه الصالحه ان يختار لهما اطيب الاسماء، يسمي ابنه أفضل أسماء عشان ما يسببلوش عقدة نفسية أو أمر غير مرغوب فيه، فيحبب إليه الحياة وطاعة الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن الكريم: ربكم أعلم بما في نفوسكم. بعد هذه الآيات ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين. الكلام لمين؟ للأبناء. للأبناء، ربكم، ربنا عالم اللي في قلبك إيه، ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك. ما قد يكون في ابن عاوز يحاول يبر أبوه يبر أمه، بس أبوه ما بيعينوش على ذلك. قد يكون أبوه بيذع عليه، قد يكون أبوه بيظلمه، قد يكون أبوه بيكذب عليه، قد يكون أبوه بيطعمه من مكسب غير حلال وغير ذلك. فدي أمور تتنافى مع ما أمر الله عز وجل به. يعني في الحالات اللي حضرتك ذكرتها يجوز لي أن أنا أخالفهما ولا أطيعهما؟ ما لم يكن إثما. ما لم يكن إثما. إذا رأيت أن والدي بيرتكب إثما فلي أن أنا أخالف إذن أنهى بالمعروف. أنهى بالمعروف بالقول الطيب. هنكمل حديثنا بعد الاتصال اللي معانا. معانا أم جنى من الدقهلية، اتفضلي أم جنى. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا بوجه شكر لفضيله الشيخ ابراهيم. ممكن اساله سؤال بعد اذنك؟ اتفضلي يا فندم. مع حضرتك. انا متزوجه مع والدتي في نفس الشارع، فحكم ظروف بيتي ان انا ما بعرفش اروح لها كتير، فيعني انا لو قعدت مره او اثنين هي بتزعل مني ان انا ما بروحش، وظروف بيتي بتمنعني، هل ده حرام عليا؟ نعم. عند حضرتك اسئله إبراهيم. اخرى طيب يا ام جنى؟ لا، شكرا لحضرتك. اشكرك يا ام جنى، جزاكم الله خيرا. طيب نجاوب. هو أولا طاعة الزوج مقدمة ما دامت. لا أعتقد أن طاعة الزوج مقدمة على طاعة الوالدين. أكيد ربنا دائما ما يأتي ذكر الوالدين بعد طاعة الله سبحانه وتعالى، ولم يأتي ذكر الزوج. لسه هنكمل. طاعة الزوج هي بتتعلل أنها في حكم زوجها. الإثم هيكون على زوجها لو منعها. الإثم والوزر هيكون على زوجها لو منعها انها تصل والدتها. والله اعلى واعلم. ولكن هذه دعوه ان احنا يجب ان احنا نتواصل مع الاباء، نتواصل مع الامهات. خلي بالكم يا احباب، يعني انا دلوقتي لو امي ست كبيره في السن او ابويا رجل مسن، طيب وزوجي قال لي ما تروحيش، فايهما اطيع؟ يعني الزوج ولا اروح اشوف؟ طب ما هو ما لهمش حد غيري. ما تجمع ما بين جميع الحالات. تجمع ما بين الامرين، طاعة الزوج وطاعة الوالدين. هو كده يا كده. يبقى تختار الزوج. ليه؟ درءا للمفسدة. واسيب وابويا ممكن يموتوا. اطيعها وبرهم والكلام ده كلاته، ولكن لان قد يكون الزوج فكر ضيق فيؤدي الى انهيار بيت الزوجية، فدخلنا في ذنب اعظم.
فإن دي بترجع لفطنة أيوة الزوجة. بس أنا زوجي ممكن أعوضه معلش، لكن أنا أمي وأبويا مش ممكن أعوضهم. ماشي أنا معاكي، بس ما لم يكن يدعو الزوج بإثم. الزوج النهارده جايز يكون كويس، أليس إن هو يحرم زوجته من إن هي تبر والديها؟ ده مش إثم، ده إثم. أنا قلت طيب. في الأول أنا إثم، أنا ما قلتش غير ذلك. زي ما قلنا إن الوالدين إذا أمروا بإثم فلا يجب طاعتهما. نعم. فالمفروض برضو إن الزوج إذا أمر بإثم ما مش هطيعه. ما هو هذا الأمر كما تدين تدان، كما تدين تدان. احنا قلنا في بداية الحديث ان الوزر بيكون على الزوج، وقد تكون من فطنة الزوجة انها تجمع ما بين رضا والديها ورضا زوجها، فما تتحجرش لكي يؤدي الأمر الى فتنة اعظم. في دايما مقولة بحبها، استفتي قلبك وان افتوك، فهي تستفتي فيما يرضي الله عز وجل. ما هو ده ما هو فيما يرضي فيما الله. يرضي احنا مش الله بنقول لها تروح ترتكب فاحشه، بنروح بنقول لها تطيع والديها. انا ما منعتهاش وما قلتلهاش ما تروحيش، يجب ان انت تبري والدتك وتزوريها في كل وقت وفي كل حين، واذا دعتك الى ذلك يجب ان تبري زوجتك، تبري والدتك، ولكن يكون ذلك بعلم زوجك لكي لا يؤدي هذا إلى فتنة أو إلى قطيعة رحم. والرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك وأقسم فقال والذي نفس محمد بيده. طب أنا هرجع لحضرتك، هو حضرتك بتقول إن هنا في الحالة دي لا يجب طاعة الزوج أو يجب استئذانه. طيب ما هو في حديث عن الرسول اللي هو أنا برضو مش هقوله بالنص، أنا هقوله بالمعنى. في رجل ما كانش عارف يعمل إيه لأمه، فقال له وكان عايز يذهب للجهاد، فقال له ففيهما فحج ودائما فجاهد أو فجاهد، ففيهما فجاهد. نعم. وفي برضو حديث كتير عن الرجال اللي هي لا بتخلي طاعة والديهم للرجال قبل طاعة أي حد في الدنيا. طب ليه أنا ليه العنصرية دي؟ زي ما أنا بأمر الرجل إن هو يطيع والديه، ليه ما أمرهوش برضو للست إن هي تطيع والديها قبل أن تطيع زوجها؟ أنا هتجاوبني برضو على السؤال ده، ولكن بعد الاتصال اللي معايا أمة الله لسه موجودة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك؟ كل سنة وحضرتك طيبة. كل سنة وحضرتك طيبة حبيبتي، ربنا يبارك فيكوا يا رب. ربنا يبارك فيكوا. أنا عندي بنتين، واحدة منهم مطلقة واحدة منهم منفصلة. المطلقة دي أنا اتعرفت على واحد متجوز وعنده عيال، فأني قلت لها ما ينفعش، فخدت أختها اللي هي منفصلة دخلتها وراحت كتبت الكتاب من ورايا. ده يعني ده كتبت الكتاب بتاعها صحيح ومعصيتها ليا، ده يعني دي عدم رضاها انني يعني قلت لها ما ينفعش الجوازه دي، بس تكتب الكتاب من ورايا ده صح؟ تمام. اشكرك. اتفضلي. عندي برضه ابني الكبير ما بيسالش عليا خالص، وانا قاعده لوحدي في البيت ما حدش بيسال عليا خالص. تمام. ولادي دول أو الحق يعني اللي هم عملوه دول بيعملوه صح ولا أنا الغلط، ولا هم اللي ما مش فاهمني، والله مش عارفة. طب هو حضرتك برضو، ما انا برضو لازم اسال حضرتك سؤال. حضرتك لما بيجي الزوج وزوجته اللي هو ابن حضرتك عند حضرتك، هل بتحرضي او بتتدخلي في شؤون حياتهم الزوجيه؟ لا خالص خالص والله، ولا بتدخل في حياتهم خالص. انا الحريه عطيهم كلهم ثلاثه دول، بنت وبنتين وولد، والله ما بتدخل في حياتهم خالص. تمام. انا بس عايزه اعرف اتجوزت بنت دي اللي هي من ورانا دي ومحدش يعلم ان هي راحت تكتب كتابها من ورايا، ده صح؟ حلال. خلاص تمام. سؤال حضرتك وصل وفضيلة الشيخ هيجاوب على حضرتك واشكرك على اتصالك. طب احنا معانا مكالمة تانية، مين؟ طيب معانا الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف المنيا. اهلا وسهلا بحضرتك شيخ سلامة. اهلا ومرحبا بكم، مش حضرتكم طيبين؟ وحضرتك طيب وبخير يا فندم، منورنا ومنور البرنامج. ربنا يبارك في حضراتكم يا رب العالمين. ربنا يبارك في حضرتك. طيب احنا لازم نسأل حضرتك سؤال طبعا، بما ان حضرتك وكيل وزارة اوقاف المنيا، فانا عايز اعرف ازاي اواصل صيامي بعد صيام رمضان، يعني كيف استمر على الصيام بعد انتهاء او خلاص شهر رمضان خلص، ازاي انا احاول اخد ثواب شهر رمضان كصيام؟ الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على جميع الانبياء والمرسلين من ابن ادم حتى خاتمه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله اجمعين. وبعد الحقيقه بانتهز الفرصه وبقدم التهاني للشعب المصري كله قياده وشعبه
ولهذا البرنامج العظيم الذي له مكانته بين برامج الإذاعة والتلفزيون. وبقول إن إحنا خرجنا من شهر رمضان وشهر الصيام وما فيه من منح ربانية وعطاءات إلهية، المفترض أننا بعد أن خرجنا من هذا الشهر خرجنا على وتيرة معينة من التقى والصلاح تدفعنا لأن نزداد وأن نستمر في تقربنا وطاعتنا من الله عز وجل ولله. فإن كان شهر رمضان قد مضى والصيام قد انتهى فإن رب رمضان باق ولم يقف الصيام عند حد الفريضة، بل ينقل الله عز وجل الأمة من منحة إلى منحة ومن عطاء إلى عطاء. فإن كان صيام الفريضة قد انتهى فقد سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يسن عن صيام رمضان، فقال من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كمن صام الدهر كله. وهذه عظمة أن يجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين صيام الفريضة وهو رمضان وبين صيام التطوع وهو ست من شوال، إذ يقول المولى عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثله. فمن صام رمضان كان كأنما صام عشرة أشهر، ومن صام ستة أيام كان كمن صام ستين يوما يعني شهرين، إذن شهرين وعشرة أشهر كأنما صام العام كله، وما ذلك إلا لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. ليس هذا حسب، بل يستمر الصيام عندما يقول نبينا صلى الله عليه وسلم صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وهي الأيام التي نسميها بالأيام البيض اللي هي 13 و14 و15. من صام ثلاثة أيام من كل شهر إن حقا على الله أن يرويه يوم الظمأ الأكبر. ثم سن لنا صيام الاثنين والخميس، وهي أيام أيضا ترفع فيها الأعمال ويبقى فيها أعمالنا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولنا أن نتأسى بهذا ثم نستمر فيزداد الأمر حتى إلى العشرة من ذي الحجة إلى آخر ما يمكن أن نتقرب به. ذلك لأن حقا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا تصوموا ملكم أما لكم أن تتخيلوا جميعا يتخيل، إذا كانت العبارة صوموا تصحوا لك أن تتخيل مدى الصحة التي يمكن أن تعود على الإنسان من وراء الصيام، صحة داخلية، صحة بدنية، صحة إيمانية، صحة فوق كل مكان. أعطي جوامع الكلم وما هي إلا النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. يعني في زي ما حضرتك بتقول سنن كتير سنها النبي صلى الله عليه وسلم بصيام أيام كتيرة زي الثلاثة منتصف الشهر العربي والاثنين والخميس، وعن الرسول قال إن أفضل صيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. أشكرك فضيلة الشيخ سلام عبد الرازق وكيل وزارة أوقاف المنيا، شكرا جزيلا باتصال حضرتك، أسعدتني يا فندم. شكرا وكل عام حضرتك كل سنة وحضرتك طيب يا فندم، أشكرك. احنا كان معانا اتصال قبل الشيخ سلام عبد الرازق فكان سالت سؤالين، ان بنتها المطلقه تزوجت رجل متزوج فكانت عايزه تعرف من وراهم حكم زواجها وحكم ما فعلته. هو اولا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا زواج الا بولي. نعم. فاذا لم يوجد ولي فيعتبر الزواج فيه شبهه ومخالف. ولكن هي الام، ولكن هنا من الواضح ان ابوها مش موجود. الأم قد تكون يأتي العم أو الخال أو الأخ أو غير ذلك، هي مطلقة ولكن ماشي، ولكن ما لابد أن يكون ولي برضه. ولكن من سؤال الأم يتضح عدم الرضا، عدم الرضا إنها لا تقبل بهذا الزوج أو إنها لا تقبل بتصرف ابنتها. من يعني حينما تتصرف من تلقاء نفسها أنا أختار هذا الرجل من تلقاء نفسي، ف ده أمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ولكن لابد من مشاورة الوالدين. زي ما هم قالوا برضه هي بتقول إن أختها كانت هي اللي كانت معاها، ففي جزء من العيلة كان موافق وجزء كده مش موافق. هو الذي يعنيني في هذا الأمر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا زواج إلا بولي، إذا انتفى الولي فأصبح في شبهة هنا وأمر مخالف. ولكن الأم هنا تسأل سؤال في عدم رضاها بما فعلته ابنتها. نرجع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي احنا قلناه في الاول ما كملناهوش، والذي نفس محمد بيدي لا تقوم الساعه، خلي بالكم يا احباب، حتى يخون الامين ويؤتمن الخائن ويظهر
الفحش والتفحش وقطيعة الأرحام وسوء الجوار. النبي صلى الله عليه وسلم بيعرفنا أن قطيعة الأرحام علامة من علامات قيام الساعة، نسأل الله العفو والعافية. فيجب أن احنا نكون متحبين متألفين لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في قوله المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إذن إجابة حضرتك على سؤالها أن زواج بنتها في شبهة، لا صح كده؟ لا ما قلتش كده، إذ لم يكن هناك ولي. ما هو ما في هي ما وضحتش هي، ولكن أن ولي. الواضح من سؤال الأم أنها غير راضية عن تصرف ابنتي، مش ما كبرتش أمها، ما حضرتهاش معاها، ما كبرتهاش قدام الناس وما استشرتهاش. هي برضه سألت سؤال تاني، فواضح أن يعني كان في، لو هي عايزة تجيب ولي فكان في ولي، أن هي بتقول أكيد. أن أخوها مش أولا بيسأل حتى على ما يقدر أن على أن يقر عقد إلا بولي. المأذون لا يقوم بإجراء عقد إلا إذا استوفت الأركان والشروط. السؤال الثاني، السؤال الثاني إيه؟ اللي ولادها أو بناتها، مش عارفة هي بنات ولا أولاد، مش بيسألوا عليها. عليهم إثم كبير، واللي إحنا كنا بنتكلم عن طاعة الوالدين، لأنهم ارتكبوا وزر، فعلوا ما نهاهم الله عز وجل عنه، أمر منهي عنه. يجب على الأبناء أن يبروا آبائهم، وخصوصا عند كبر السن، بالسمع والطاعة، بالقول اللين، بالابتسامة الطيبة. كذلك يجب على الآباء والأمهات استقبال أبنائهم بالقول الطيب وبالفعل الطيب وبالترحاب والابتسامة وبالكلمة الطيبة وبالدعاء. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن الآباء والأمهات ما يدعوش على أبنائهم، ما ده أمر مطلوب يا جماعة، لازم أن ناخد بالنا منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أبنائكم لعله أن توافق ساعة فيستجاب لكم، لعله أن توافق ساعة فيستجاب لكم، وده أمر منهى عنه. إذن القضية أحباب، نحن في هذه الأيام الطيبة المباركة يجب إدخال السرور على الناس بعضهم البعض بالقول الطيب بالفعل الطيب، لكي نكون كالجسد الواحد. نعم، السؤال الأخير دلوقتي لأن خلاص أنا فكرتي انتهت. اتفضل. أنا عايز أعرف، حضرتك قلت إن إمتى يجب طاعتهم ومتى يجب عصيانهم أو مخالفتهم. طيب أنا عايز أعرف العقوبة بالنسبة للأبناء اللي هم بعدم طاعة يعني بدون سبب. أولا الأبناء اللي هم يعصوا والدهم والديهم كما تدين تدان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: افعل ما شئت كما تدين تدان. ان الانسان الا يفعله بابوه هيتفعل معاه. كذلك هو فعل امر نهى رب العالمين عنه، لان ربنا امر: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسان. هو فعل امر منهي عنه، فلذلك قد يحرم من الرزق، قد يحرم من التوفيق، قد يحرم من البركه، قد يحرم من جميع انواع الرزق. والرزق هنا يا احباب مش فلوس بس، والله قد يكون حب الناس، قد يكون توفيق، قد يكون بركه، قد يكون رحمه، قد يكون طاعه زوج، قد يكون بركه في الابناء والذريه. هو ده المطلوب. تمام. فضيلة الشيخ إبراهيم البحيري عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، نورتنا النهاردة في حلقتي، وإن شاء الله هنتواصل مع بعض بإذن الله في برنامجنا صناع المعروف بعد العيد إن شاء الله. وكل سنة وحضرتك طيب، وأشكرك على وسعادة يعني حضور حضرتك معنا. ربنا يبارك فيكم جميعا. إحنا خارجين فاصل وراجعين لكم، انتظرونا.